السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محدثكم خالد الساحلي، واصل معكم تقديم محاضرات فقدان سائل الحفر، كيف يتم تشخيص المشكلة وأنواعها وعلاجها والوقاية منها. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الـ LCM وعرفنا بعض الملاحظات الحقلية المهمة، كيف نتعامل معها، حدود استخدامها، تركيزها والقانون المستخدم في حساب الكميات. اليوم راح نتكلموا عن اللوس سيركوليشن اللي بيصير عندي في طبقة الإنتاج وفي طبقة غير طبقة الإنتاج. الفكرة هي أن لما يصير عندي اللوس سيركوليشن في طبقة الإنتاج راح نستخدم مواد معينة اللي هي غالبا تكون كالسيوم كربونيت، لأن هو يسهل إزالته بعملية التحميض ويمنع منعا باتا استخدام المواد الأخرى زي النت بلاك والمايكا، لأنها لا تدوب في الحامض ولا يمكن إزالتها بالتحميض. بينما في طبقة غير طبقة الإنتاج نقدر نستخدم كل المواد بدون أي استثناء، لأن مواد عامة أو طبقات عامة راح تتغلف بالكيسنج ومش راح نستفيد منها بشكل كبير. بالنسبة بعض الملاحظات المهمة أثناء استخدام الـ LCM بل هي خلطات الـ LCM، عادة نحن دائما بشكل عام يفضل أننا نخلط الـ LCM. بعض الناس يعني صراحة مش الكل يقول لك أنا نخلط في الـ LCM في داخل المد، لما يبدأ المد شغال ويبدأ يحفر ومتوقع أن يخش لأريا فيها احتمال يصير فيها لوس، فنضيف في ال سي ام الى المد عشان تختلط بالمد، وبالتالي كل ما نحفر كل ما نعالج، كل ما نحفر شويه من ال سي ام تخش للبورس والبيمبلتي ولو في فراكتشر تسكره. بس هذا مقرون ان اضافه ال سي ام ما تاثرش في خواص سائل الحفر، لكن في الغالب هي تاثر. في البعض والكثيرين صراحه يفضلوا ان هم يخلطوا ال سي ام بشكل منفصل ويضيفوها الى الاريا اللي صار فيها او يضخوها للمكان اللي صار فيه اللوسز. ايضا تغيير المد اثناء عمليته او اثناء وقوع فقدان سائل الحفر ظنا ان تغيير المد راح يساهم في عمليه المعالجه، امر غير مرغوب، لان تغيير المد وتغيير سائل الحفر قد يؤثر على استقراريه البير. عاده نحن فقدان سائل الحفر يصير عندي في 12 وربع، اللي هو الاريا الكبيره ومساحه كبيره، يعني اخر كيسنج نزلت انا هو 13 3/8. فانا اعطيك انا مثال اكزامبل، قلت لك لو انه صار فقدان سائل الحفر تحت 13 3/8 كيسنج، يعني نحفر في 12 وربع، فاسحب الانابيب الى 13 3/8 وابدا احضر في ال سي ام بل از سون از بوسيبل بشكل سريع. عادة يصير لو صار عندك فقدان سائل الحفر قريب من كيسنج بوينت، اخر كيسنج انت نزلته اللي هو 13 3/8، فحط في بالك ان الكيسنج راح يزداد. ليش؟ تحت تأثير قوة ووزن وحمل ال 13 3/8، وبالتالي حاول كيف تعالج بشكل سريع عشان ما تخليش الكيسنج يستمر اللوسز يستمر ويتمادى. اجراءات سريعة ضروري تاخذها لو حدث عندك لوسز بغض النظر عن نوعه وبغض النظر على الريت بتاع اللوسز. اول شيء توقف المضخه وتدير تشيك للمد فوق طبعا من البايب من الريج فلور في حاله كان المد عندك ساكن، عشان تتاكد هل عندك ستاتيك لوسز او لا. ستاتيك لوسز شو معناها؟ الديناميك لوسز لما تبدا انت تحفر وتتحرك يصير عندك فقدان سائل الحفر، لكن الستاتيك لوسز لما يبدا انت وقفت المضخه وجيت فوق للريج فلور وبديت تشوف في مستوى المد فتحسه يبدا ينقص ينقص، معناها ان البير قاعد ياخذ في لوسز، او ان احنا نقول البير يشرب، فهذا يقول له ستاتيك لوسز. الشيء الثاني توقف كل عمليات التحويل والنقل على السيرفس عشان تثبت عندك وين صار عندك اللوسز. الشيء الاخر ضروري تعرف الفلوريت وتسجل الاي سي دي اللي صار عندها اللوسز والاي سي دي اللي وقف عندها اللوسز. الشيء الاخر انك انت تنقص الريولوجي وايضا تنقص الاي سي دي لو كان هذا مرغوب او مطلوب لتقليل عمليه الفقدان. في حالة السيبج لما يكون عندك فقدان سائل حفر 6 براميل في الساعة في النان روزوفوار، يقترحوا انك انت تضيف كالسيوم كربونيت 4 ساكس اللي حوالي 25 كيلوغرام، 4 شكير ساكس اللي حوالي 25 كيلوغرام، تضيفها كل ساعة وتضيف 4 ساكس، او تضيف من 1 الى 2 جرافايت كل ساعة. شنو وظيفتها هذه اثناء عملية الحفر؟ وطبعا عندك سيبج يعني اقل من 6 باوند ب 6 بارل بير اور، فهي المواد هذه الكالسيوم كربونيت والجرافايت اثناء عملية الحفر جزء من المواد يخش في البروستي، يدير لك عملية سيل، يدير لك عملية اغلاق، وبالتالي يقلل من وقوع اللوسز ومش راح يأثر لك واجد في خواص سائل الحفر، لأنه هو راح ياخذ لونج تايم يعني ساعة كاملة في التخليط، وبالتالي يعني الساعة هذه مش راح تأثر لك بشكل كبير في الخواص.
في حالة عندي البارشال لوسز اللي هو من حوالي 60 ل 20 برميل في الساعة، راح ندير خلطة فيها جميع هذه التركيز، يعني راح تاخذ 100 برميل مثلا مد وتحط عليه 25 بنتونايت، 10 كالسيوم كربونيت ميديوم، 10 كابونج بالبارا كورس، 10 نفت بلاك ميديوم وكورس بنفس التركيز وبنفس المعادلة اللي خذيناها سابقا. يعني تاخذ مثلا لو خذينا كالسيوم كربونيت ميديوم تقول 10 ضرب 100 2.2 في السايز اللي جايك به، وهذا مهم جدا جدا لأن هذه الخلطات تعتبر رئيسية وأساسية في عملية معالجة البارشال لوسز. يعني كل المد كل اللي موجود هنا راح تستخدمه. معه في اللي يقول لك انا راح ناخذ مد جديد ونخلط عليه، اوكي ما فيش داعي تاخذ بنتونايت. في يقول لك لا، البنتونايت يساعدني حتى هو في الاغلاق لان عنده لزوجة عالية، فنجيب مية مثلا 100 برميل نحط عليها 25 باوند بالبلم بنتونايت ونحط عليها الخلطات السابقة. في حال كان عندي الفاقد اللي هو متوسط من 20 ل 50 باوند بير بارل في النان ريزرفوار، راح تتغير عندي الخلطات ونستخدم الخلطات هذه. طبعا السوبر سويب فايبر هي نوع من انواع مواد معالج سائل الحفر وهي غاليه شويه، والكوكسيل هو على فكره كالسيوم كربونيت بس حجمه يكون مختلف وشكله يكون مختلف، فنستخدم هذه التركيز. وطبعا ما ننساش لو كان عندي فاقد من 20 ل 50 برميل في الساعه، ننقص شويه الفلوريت وننقص الريولوجي عشان احاول اخفض من حده الفقدان. في حاله كان عندي اللوسز اكثر من 50 برميل في الساعه، معناها انا واخذ كومبليت لوسز. انا مرات الخلطات ال سي ام ما تنفعش فندير خلطات سيمنت، فنجهز اول حاجه خلطه اللي هي بالطريقه هذه بالتركيز العالي، لان تغير التركيز ان عندي فاقد كبير، فراح نخلط الخلطه هذه في البنتونايت حوالي 200 برميل ال سي ام وننزلها للبير ونتبعها ونحط في جرتها 15.8 لوس سيركوليشن سيمنت. احنا راح نستخدمه طبعا شنو السيمنت، يعني بندير بلقت سيمنت المره هذه، مش راح ندير بلقت ال سي ام، لان في الخلطات الكبيره في الكسور الكبيره وفي كميه الفاقد الكبيره ما عادش ينفع واجد ال سي ام، لان كل ال سي ام انت تبي تديره راح يشربها البير. فهنا يقول لك نحن كيف نعالجه؟ نعالجه عن طريق نديره ال سي ام سبوت، يعني نحطوها في البير ننزلوها لوطه نخلوها يعني تستقر حوالي 200 برميل بالمكونات هي. طبعا البنتونايت من 20 ل 25، اختار انت الاعلى تركيز عشان تحصل الافضل نتائج، وبعدها اتبعها بخلطه سيمنت يعني يجهزوها الناس المتخصصه في السيمنت. التوتال لوس زي ما تكلمنا نديره حوالي 200 برميل ال سي ام كما موضح في الجدول السابق، ونتبعوها ب 14 بي بي جي اللي هو تكسوتروبيك سيمنت ان اي تي، نوع من انواع السيمنت يجهزوها طبعا جماعه السيمنت، وهذه افضل طريقه لمعالجه يعني معالجه الفاقد اللي هو الحاد اللي هو عاده يكون اكثر من 50 برميل في الساعه، واللي يسموه فيه مرات توتال كومبليت، يعني نضخ اول حاجه 200 برميل سبوت بالتركيز اللي هي هذه، وبعدها نلحقها بخلطه السيمنت. بشكل عام طبعا احنا عندي بعض الخطوات. اول شيء ضروري انك انت يعني خزانات قبل يعني انا قبل ما نفتح مثلا او قبل ما نبدا نحفر تحت ال 13 و 83 الاريا المتوقع يصير فيها عندي لوسز، ضروري اول شيء تتاكد ان عندك كميه كبيره من الميه في خزاناتك عشان تساعدها في التخليط. ايضا تاكد ان مد عندك كميه كبيره وموجود كميه كبيره من سائل الحفر. خلطه ال سي ام وتخليط ال سي ام يكون بشكل سريع جدا لان الوقت راح يكون مش في صالحك وراح يتمدد ويتمادى الفقدان. في حاله الشيل والكلي فورميشن ضروري تعرف اذا كان عندك انت في البير بتاعك شيل والكلي، لان الشيل والكلي يتاثر بالميه وهذا راح يسبب لك في مشاكل كبيره انتفاخات ويمنع نزول الكيسنج، فضروري تتاكد من الطبقات اذا كان فيها شيل وكلي عشان تعرف تختار ال سي ام المناسبه وتقلل استخدام الماء. ايضا ان هو ضروري تتاكد ان عندك موادك كافيه، يعني الكيميكال موجود عندك في الاريا، وان هو من السهل جدا الوصول لهذه المواد، مش معقوله يصير عندي لوسز ويصير عندي شورت في الماتيريال. زي ما قلنا الوقت مش في صالحك، لان الوقت لما يزيد راح يؤدي هذا الى زياده اللوسز، وراح يكون نحن لما يصير عندي لوسز نبي نعالجه فورا عشان ما تصيرش عندي مشاكل اخرى زي الكيك والبلو اوت. هذا موضوع جدا مهم، بروسيجر بتاع الشركات يستعملوا فيه بناء على المحاضره السابقه. اليوم طبعا المحاضره القادمه تعتبر تكمله لهذه المحاضره، راح نستخدم او راح نتكلم على كيف يصير كيف نعالج اللوس سيركوليشن في داخل طبقه الانتاج. تحياتي الطيبه لكم محدثكم خالد الساحل.